بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه هنكمل كلامنا اللي بدأناه الفيديو اللي فات عن تسليح العناصر الانشائيه داخل المبنى. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن تسليح الكمره الخرسانيه باستخدام تولز برنامج ريفيت نفسه. النهارده ان شاء الله او المره الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن تسليح العنصر الثاني اللي هو الاعمده الانشائيه. طبعا انا لما جيت سلحت الكمرات خدت قطاع، يعني دخلت على السقف الانشائي اللي عندي خدت قطاع في السقف ورحت مسلح كمره، وهكذا ممكن نعمل في جميع الكمرات. طب انا يا باشمهندس عشان اسلح العمدان لازم اخد قطاع، طب القطاع ده اللي هو يعتبر ليفل، فانا ممكن ان انا اجي اقول ان انا اروح للواجهه وليكن الايست ماشي، وابدا ان انا اخد ليفل يقطع في العمدان، يعني ليفل في النص ما بين الفاونديشن والجراوند ليفل. يبقى انا هروح عادي على تاب بتاع ستراكشر على البانل بتاع الديتم واخد ليفل بالنسبه لي البيك بوينت على متر ونص على اعتبار ارتفاع الدور 3 متر، واجي هنا كده واسمي الليفل ده بالنسبه لي كولومن سيكشن. اوكي تمام، وابدا ان انا اخش على الكولومن سيكشن ده، نزل لي هنا اهو سي. انا عايز اسلح العمود ده، اجي اشاور على العمود نفس الكلام يا جماعه، هنقول ريبر كل دي التولز بتاعت البرنامج. انا عايز دلوقتي برل تورك بلان عشان احط الكنال، نفس الكلام يا شباب اللي قلناه قبل كده. وبالنسبه لي اتحكم بسبيس بشكل قفله وخلاص استقريت على ده. اوكي انا عايز ان الكفر كله هنا 2.5 سم، 2.5 سم الكفر بتاع العمدان. طب اعمل ايه يا باشمهندس؟ اجي هنا اشاور كده تمام، اقول له والله ان الكفر بتاعي، انا اقول انا عايز الكفر اللي عندي او في كفر هنا اللي هو 2.5 سم اللي هو مسميه 0.03، او ممكن اقول له دوبليكيت اسمي ده كولوم كفر. يعني بكام يا عم؟ ب 0.025 اللي هو 2.5 سم. اوكي اقول له والله ده انا عايز بقى، هل انا عايز من فيس وفيس؟ لا انا عايز الاليمنت كله. فين الاليمنت؟ اهو الاليمنت. طب الكفر كام بتاع الكولوم؟ ايه كفر تمام، هو ظبط لي الكفر بتاعي على هذا الاساس. طيب بالنسبه للكنب المره بنبدا ان احنا نقول له زراري في 3 دي عشان نشوفها، دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه للريبر سيت نفس الكلام، ماكسيمم سبيسنج عايزينها 0.2. واحد اقول يا باشمهندس احنا ما ينفعش ان احنا نركز الكنات بتاعت العمود في التلت الاول والاخير والوسط، الاوبشنز اللي موجوده بالنسبه لك في برنامج ريفت انت تقدرش تركز الكنات، تتحكم في المسافه بين الكنه والكنه زي ما انت شايف في الريفر سيت، تحط عدد سنجل كان واحده بس، يا اما تحط فيكسد نمبر ارقام ثابته، يا اما ماكسيموم سبيسنج، يا اما بتحط اعداد بمسافات معينه متحدده. انما كون ان انا اتحكم في ان انا اركز في التلت الاول زي ما الكود بيقول، ده ما بنقدرش نعمله الا بالاكستنشن، وده ان شاء الله في حلقه قادمه هنتكلم فيه باذن الله سريعا. يبقى انا اتحكمت عن طريق حاجه زي كده، وقال لي انت الكميه هتبقى 16 كان عندك. لو سريعا بصينا عليها في 3 دي فيو هنجد فعلا ان احنا عملنا الكنات بالمنظر ده. نرجع تاني لكولوم سيكشن، عايزين نعمل هنا ريبر، وعايزين بقى نحط حديد تسليح راسي بس هيكون ده بيربنديكولار تو كفر، وهنيجي هنا نحطه بالشكل ده. ولكن السيج ده سوري كنترول زد، السيج ده بالنسبه لي هيبقى وليكن 6.16 يا جماعه مثلا في العمود 16 تي زي ما اتفقنا قبل كده. وطبعا هنحركه كده نفس الكلام اللي عملناه يا جماعه في الكاميرا تقريبا، هو وسريعا نعمل له ميرور، او بس هنعمل له ميرور احنا هنختاره من في في نستعرضه في 3 دي عشان اللي جاي كله اللي تعمله نسخ، اللي تعمله نفس نسخ بنفس الخصائص زي ما احنا عارفين، والاثنين ونشاور بكنترول على السيك التاني ونعمل ميرور برضو من هنا، ونستغل ان ناخد كوبي من هنا نوديه في الميد بوينت. بالشكل ده تقريبا احنا كده خلصنا تسليح العمود. نستعرض كده يا جماعه، هنجد زي ما حضراتكم شايفين تسليح العمود بالنسبه لنا. لو انت يا باشمهندس عايز تكثف الكائنات شويه ممكن نخليها بوينت 15
اللي هي 150 مللي اللي هي 15 سنتي ما بين الكانة والكانة. والتسليح زي ما حضراتكم شايفين تسليح الكاميرا، كانت الكاميرا بتقف عند وش العمود، سلم العمود، كانت العمود هي اللي بتخش برنامج ريفيت، برنامج فاهم حاجة زي كده. بكده نكون انتهينا من تسليح العنصر التاني انشائي اللي هو العمود باستخدام التولز بتاعت برنامج الريفيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.